نعود إليكم من شارع الشانزليزيه في باريس في بث مباشر للمرة الثانية، رايحين نبث الأشياء ونفرجيكو. معنا كمان عبد الرحمن المرشد. طبعا اليوم حاب أحكي لكم معلومة إضافية على شارع الشانزليزيه. يوم 14 شهر 7 من كل سنة هو اليوم الوطني في فرنسا، وبيقفلوا الشارع من البداية حتى النهاية للعرض العسكرية، ودائما بيستضيفوا رؤساء وسفراء دول أخرى حتى يعني يحتفلوا معهم بيومهم الوطني. هذه معلومة يعني 14 جولاي 14/7 14/7 من كل 14 سنة. تموز هاي ذكرى الثورة ولا لا؟ أيوة الثورة، ذكرى الثورة، لكن هم بيسموها العيد الوطني. العيد الوطني فيت ناسيونال. فيت ناسيونال، فيت ناسيونال. طيب احنا رايحين نتعلم لنا كلمتين ثلاثة فرنساوي. لازم احنا بنحكي عبد الرحمن واحنا ماشيين رايحين نحكي، تقدر معك اللي تحكي كيف بدك. طبعا هذه ال 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 البلاسة هذه عملوها قريب، هذه النافورة، هذه طبعا سووا فيها منها اثنين يعني جداد دول، نافورتين مقابل بعض بطريقة في لهن معنى معين. هذول ما هي ما عندها معنى معين، لكن هي يعني مميزة انها يعني الرسم المعماري حقها جديد، وفي منها ثلاثة، في واحدة ثالثة جديدة. ثلاثة أربعة خمسة ستة نوافير. هذه كلها جديدة يعني، عشان ست نوافير. أول مرة أنا بشوف نوافير بالشكل هذا، بشوف دائما بطريقة عكسية، بطريقة عكسية بالضبط. نعم نوافير المي بتجري فيها بطريقة عكسية، ست نوافير في قريبين جدا من هون ل في منتصف الشانزليزيه. في منتصف الشانزليزيه طبعا هذا برضو دوار جديد عاملينه، غيروا تصميم الشارع. غيروا في التصميم عشان بيسهلوا المواصلات اكثر يعني، لتسهيل المواصلات. تفضل. الاشاره حمراء لكن الشارع فاضي، فبنستغل الطريق. الان صار خضر. طبعا الجو اليوم يعتبر جميل جدا، ليس هناك حرارة عالية وليس هناك معطيني هنا 17 درجة مئوية، 17 درجة، جو باريس يعني، جو باريس. أيوة. الشمس هذه بنقول عليها شمس الدعايات، شمس الدعايات يعني الناس اللي بيسووا دعاية أو إعلان بيحبوا يعني يكون الشمس، بيحبوا ياخذوا هاي الشمس. أيوة. الشمس هذه حلوة يعني للتصوير. هاي النافورة اللي حكينا عنها، النافورة العكسية اللي فيه منها منشوف ست نوافير في وسط الشانزليزيه. هون بيعملوا عمليات إعادة بناء في الشارع، الناس بتلتقط الصور. طبعا الكل بياخد الصور فقط بياخد صور تذكارية. هون قوس النصر بعيد في نهاية الشارع، بعيد عنا هون حوالي 700-800 متر بعتقد، رايحين نكون هناك برضو احنا. طبعا هذا برضو عبد الرحمن، انت عبد الرحمن ما اعطي لك انت تحكي في البث المباشر شو بدك. اوكي. طبعا هذا القصر برضو يعتبر واحدة من القصور اللي الماركة لوي فيتون بيعملوا فيها العرض السنوي حقهم، حق المنتجات الجديدة يعني. ماركة لوي فيتون حنشوف عرض الماركات. ايوه الماركات، اكتر شيء لوي فيتون، هي طبعا الماركة المعروفة لويس فيتون. وحيكون المحل التجاري حقهم قدام يعني، حنشوفه في الطريق. لكن المكان هذا، القصر هذا دائما بيسووا فيه عروض ازياء لماركة لوي فيتون، القصر هذا اللي على يسار يعني. بس شكله من برا ما بيوحي انه هذا يقام فيه معارض، لانه هذا شكله هذا كلتشر هذا. ايوه هو ده، بيسووا فيه عرض ازياء وفي هذا قصر اياد حريري، طلع هناك مكتوب اياد حريري. هو ايه؟
وعندك طبعا في على مدار الشارع يسار ويمين في محلات تجارية ماركات عالمية معروفة، وعندك برضو الخدمات يعني احيانا بتلاقي المداخل المواصلات المترو، وعندك الباصات هذا الاستوب حق الباص هنا عندك، وعندك الكوست دو باري هذا الباص السياحي هنا. احكي لنا احكي لنا عنه هذا شو هنا. هذا الباص السياحي بيمشي على توري في شان دو ماكس، وبيمشي على متحف اللوفر وكنيسة نوتردام، وبيمشي على برضو متحف مرسي، وبيمشي على البلاس دو فيكادو. هذه طبعا حيكون قدام بلاس دو فيكادو، حيكون قدام برج ايفل، حيكون قدام برج ايفل، حنشوفه ان شاء الله لما نمشي حيكون قدام. يلا بنكمل المنظر مره جميل. بيطلع فيه بده يستغني على عنده يوم او يومين باريس، بيطلع فيه بيستغني عن يعني بيوفر وقته. بس احنا راح نطلع بباص اللي هو مشابه له اللي نزور كل المحلات السياحية. نعم نعم هو باص 22. طبعا هنا للي بده يشتري يعني تذكار وحاجة عندهم هنا يعني أمنتنا. طيب مش مشكلة بعدين يعني محمد تكلم فرنسي. من اي اصول انت عبد الرحمن؟ انا من دولة تشاد، اصول تشادية. تشادية؟ ايوه. تشاد تقع بين السودان وليبيا. اللغة الرسمية لغة عربية في تشاد؟ نتكلم العربية والفرنسية في تشاد. لغتين يعني؟ لغتين. اه كنا يعني مستعمرة سابقة لفرنسا، وتم يعني الاستقلال عام 1960. الله يحييك عبد الرحمن. الله يحييك. أنا حفيدي اسمه عبد الرحمن. ما شاء الله عاشت الأسامي. عاشت الأسامي. إحنا كمان مرة متواجدين في شارع الشانزليزيه في رحلة جولة على الأقدام. هنا المجموعة معنا المرشد عبد الرحمن. ممكن ندخل هون؟ نعمل هنا بس طل صغير يا جماعة، تفضلوا جولة صغيرة. هنا شو في هنا محل العروض. عبد الرحمن تقدر تحكي وهي نحن قدام الجروب. المكان هذا نفسه اللي تكلمنا عنه قبل شويه اللي بيعمل فيه عروض المنتجات الملابس عروض الازياء، معرض الماركات. معرض الماركات. الان نحن خاشين بس نشوف يعني المدخل بتاعه، لانه مكان جميل يعني للتصوير، وبنشوف وش عندهم لك من عرض. يعني الدخول هنا مفتوح كل الوقت ولا في ساعات محددة؟ ساعات محددة. اعتقد هنا اكثر شيء في فرنسا كل شيء بيفتح الساعة 8، وكل شيء تقريبا بيغلق على الساعة 8 برضه، 8 العشاء خلاص كل شيء مقفل. بس نحن حنشوف جوه المدخل، ممكن نخش جوا برضه لو عايزين نشوف يعني المنتجات. مكان يعني حديقة جميلة يعني الواحد لو بده يتفرج. اللي حابب يكون يفوت يشوف الملابس، يشوف الملابس. شيء هنا في معرض المنتجات بالأساس أزياء. الماركات أشهر الماركات الفرنسية هون. عندك نسائي ورجالي، معرض جميل جدا، عندهم منتجات جميلة وأسعارهم يعني مقبولة، يعني أسعارهم مش غالية جدا. طريقة اللي عاملين فيها الديكور، طريقة يعني تحفة جدا، جميلة جدا. تحفة فنية هو في ذاته يعني، مش احنا ما
ما بنحكي عن الملابس، انا بعرفش كثير في الملابس، اما الديكورات والهاي كثير كثير انا بهتم فيها، بتطلع قصر فعلا. قصر قديش الازياء الفرنسيه إلها مكانه عالميه، منشوف طلعت تعرض في قصور. نعم نعم، في اجمل ما يمكن من طبعا الفرنسيين يعني معروفين في الازياء والعطورات بسبب يعني عندهم دقه العمل في الازياء والعطورات خاصه. معروف عطور فرنساوي، ملابس فرنسويه. نشوف هذا قصر لعرض الماركات. طبعا المعرض المحل هاي بيتأجر من فترة لفترة، يعني من ماركة معينة بياخذوا المكان بيعرضوا فيها أزياءهم وبيعرضوا يعني المكان هنا هو يؤجر لماركات، الماركات بتقوم بعرض منتجاتها. أيوة فيه أيوة أيوة، كما ترون يعني إيش عن جد إيش الديكورات اللي موجودة موجودة فعلا. هذا بدل على عظمة الماركات اللي بتقدر عندها قدرة إنها تستأجر محل من هالنوع لعرض الماركات بتاعتها المنتجات بتاعتها. شو رأيك أبو سليم؟ عن جد رهيب. طلع محل قصر يعرض فيه منتجات إشي عن جد. شفتوا شو المحل تعرض الديكورات اللي موجودة هون؟ إشي رهيب الديكورات اللي تعرض فيها. عبد الرحمن بقول إنه الماركات تستأجر محل ماركة معينة ومش ثابتة، اللي هذا يعني يؤجر لفترة معينة للعرض، لأنه طبعا أكيد إنه في تكلفة عالية في التأجير. أكيد شو رأيك أم إيهاب؟ عن جد مش قادر أحكي أنا. وين في روعة القصور يعرض. بدي اصور انا. انا من الطبقات العليا في المعرض، كيف شايفين الصور. شو أبو حسين انطباعاتك؟ انت كثير عندك ذوق في الملابس. اواعي شلبيه وراقيه وسعر راقي. خي ابو قديش مثلا سعر هذا القميص؟ 74 يورو. 74 يورو 74 يورو سعر القميص. مباجد شو رأيك في الشايفتي؟ هاي مش دكان أواعي. شو معرض؟ شو دكان؟ قصر. قصر. طبعا. فيه شوية أواعي انباعوا. غاليين.
هذا معرض، معرض لماركات عالمية. مجنن. يعني هذا هذا القصر يؤجر، يؤجر للماركات و أبو حسين رش لي شوية عطر من اللي هون. 200 ميلي 144. أبو حسين بدي أشم العطر رش لي شوية. ما بعرفش إذا ستاتي ولا رجالي هذا، ما بعرفش إذا ستاتي ولا رجالي. إمرامي شو بدنا رجالي، برش ستات، برش ستاتي علي. رش رش رجالي، رش رجالي، استكساب ابو فادي وبلاش، ابو فادي وبلاش، كثر كل شيء بلاش، كثر منه حبيبي. حمم حمم حمم، هذا حمم. شكرا شكرا ابو حسين يا رش. اذا في للنساء خذ لام فادي من هون قنينة عطر، هاي صرت مشتريها اياها، اياها بالشنطه. المهم شايف بس من هون من هذا المعرض عشان نقول لها أخذك من المعرض باريس. صارت مشرية مشرية. من سليم انت بعاتك لحد إسا منيح كويس. شو الأشياء المميزة اللي لحد إسا شفتها؟ أنا أول مرة باجي لهون. أول إشي المجموعة بتجنن، كثير ناس طيبين، مش مجاملة، حكي حقيقي وطالع من القلب. حياتك أهلا وسهلا فيك سليم. كثير لازيزين، بشجع لمرات جاي إنه أرافقهم. يعني أهلين أنا سليم، ما بطلع بريت البلاد لأنه بلك يشرفك. ف من الانطباعات الاولية في ركب الجنة، الله يخليكم ان شاء الله تضلوا. اهلا وسهلا فيكم سليم، بتامل الاهل يشوفوك لانه في البث المباشر راح تكون رحلتنا كلها على البث المباشر، تقدر تعلميهم يشاهدوا. بتامل انه هن بيشوفوك هسه من وانت موجودة في شانزليزيه في قصر معرض المنتجات العالمية. انا عدت تاني للبث. البث البث لم يتوقف عبد الرحمن، البث معك بتقدر تحكي. نعم، حاب اقول لكم على التصميم اللي معاملينه هون، يعني بالنسبه للاشجار، طريقه قصها، طريقه يعني المستوى، يعني يعني ديكورات الديكور، يعني حتى في قص الاشجار يعني جايبين الطريقه تحفه. يعني زي ما انتم شايفين الاشجار كلها متوازيه حتى من الطول والعرض. طلع فعلا الاشياء، طلع كيف قص زوايا، زوايا على شكل زوايا، كل القص على شكل زوايا، مربعات وزوايا، وفي في الوان يعني تداخل الوان حلو كثير بين في الديكورات. انا متخصص في الفنون عبد الرحمن، ومتدرس الفنون في الجامعة، فكثير لفت انتباهي. يعني منيح اللي انت ذكرت، يعني شو بيحكي تحكي الواحد الاشياء اللي يشوفها. وعندك برضو الاشجار اللي في المدخل، شوف طريقة المدخل جاية مايلة بينا بنيول، وطريقة قص الاشجار لو نقرب شوية يعني بتشوف زي ما انت شايف هون. شوف طريقة الميلان اللي جايبين. داش اقول له بث مباشر، انت بتتصوروا في البث المباشر، في البث المباشر الكل ابو سليم، الكل ابو ايهاب، الكل بيقدر ينضم في البث المباشر من قصر المعروضات والمنتجات الماركات العالمية اللي كنا فيه قبل شوي. شفنا اشياء تشابه الخيال، صراحة انا بقول لكم اشياء خيالية. اتعطرت منيح، انا متاكد عطرت منيح عشان ببلاش. ها اكيد ببلاش. هون هون عبد الرحمن كنت تشرح لي شوي وانقطع البث، هون قلت لي كيف حتى في الديكورات في قص الشجر واللي هذا طلع كيف
انت بتقدر تشوف الصورة حتى هنا كيف نعم كتير. نعم زي ما انتم شايفين يعني في شايف طلع من هنا طريقة كيف هندسية تعتبر يعني طريقة هندسية فعلا طلع طلع بحاول اخذ من هنا هذا المقطع هاي كيف ايوه شايفين يعني الدخلة هاي شايف كيف وريكم من ورا كيف يعني قاصين حتى من الخلف يعني بالضبط الجهة الخلفية والمسطح العشبي اللي موجود نعم وحتى من الاسفل يعني جايبين القصة متوازية صح ومش صدفة انه هون هيك هو في السرار الصغير الحجارة الصغيرة لا هي صدفة هو تناسق الوان وفي الديكورات الاشياء بدك خلينا نجي نقول واحد عنده اطلاع شوي في الموضوع حتى يعرف يتمكن اللي هون يعني المحل مش قادرين نتركه بصراحة يعني تطلع كيف يعني قص الأشجار كيف اللي الأشياء اللي هون موجودة يعني الواحد يعني بيقول مع الدخلة بيحس بخشة